سعد جدا. طب استاذ غاده، حضرتك نقدتي، عملتي نقد مباشر لان الحمله دي مش وقتها مثلا، او احنا عندنا يمكن اولويات تانية، او يمكن الناس ما تبقى مشغوله، بس مش اعتراض عليها. لا لا يعني تمام، لا انا همشي معاك، يعني انه ممكن يكون مش وقته ولا ولا ولا. طيب يعني، وبتقولي لي ان المفروض ان انا اعمل وعي الاول. من وجهه نظرك المفروض ان انا اعمل وعي الاول ازاي اعلاميا؟ النهارده ما فيش بيت ما فيهوش تلفزيون، دي والناس النهارده بتقعد قدام التلفزيون اكتر ما بتقعد مع بعض تتكلم. فانت النهارده في ايدك سلاح خطير وبيوصل. فاعتقد ان جزء من الحمله لازم هيكون، علشان تبقى الحمله مكتمله، مش كده يا دكتور؟ لازم هيكون في توجيه اعلامي، سواء بقى في اعلانات، سواء في برامج او كده، ان الناس لازم تربط ما بين الخطر المنتظر والوضع الحالي. نعم. ما تبقاش المسألة بس إن عايزة تخس عشان تبقى شبه كذا اللي في التلفزيون، أو جوز عايزة تخس عشان تبقى عاملة زي مش عارف مين. لا، هي أعمق من كده وأهم من كده. تمام. فهو إعلاميا هو المفتاح يعني. هل عايز أقول الكلام ده سليم جدا، وبحكي لك عن تجربة اتعملت في الدول الإسكندنافية، السويد والنرويج والدنمارك. عملوا في الإعلام مسج اسمها 5 a day message for fruits and vegetables، اللي هي كل شخص لازم في كل يوم ياكل 5 وحدات من الفواكه والخضروات، خيار، جزر، برتقال، تفاح كده يعني. لما عملوا هذه الحملة وتبنوها الإعلام، تبناها نسبة السمنة لم تعد في تزايد، هي لسه ما بقتش في تناقص، ولكن نسبة السمنة بتزيد بمعدل 1% في العالم كله، في بلاد العالم كلها النامي والدول المتقدمة، ولكن في الدول الإسكندنافية بقت في بلاتو، ما بقتش بتزيد عشان هذه الحملة. الرياضة، عايزين نفضي وسط البلد مثلا كل يوم خميس، بلاش جمعة عشان ما نقربش من ميدان التحرير ومن الجمعة، عشان الناس تتمشى، تنزل تمشي، تلعب عجل كويس. يعني نخلي هذا، نعمل مكان آمن للعجل عشان الناس تروح شغلها بالعجل. أنا أؤكد أنه لو إحنا مع هذه الزحمة الفظيعة في القاهرة وفي معظم بلاد مصر دلوقتي، لو إحنا خصصنا لين للعجل، الناس كلها هتسيب عربيتها وتركب العجل. أنا شخصيا هعمل كده، لأنه ده جميل وصحي وموفر وكل حاجة، بس خصص لي المكان عشان ما يبقاش فيه خطورة. وموجود برا على فكرة، في تخطيط الشوارع بقى بفيه لينز. بس العجيبة حضرتك ان احنا اساسا ما فيش عندنا رصيف نمشي عليه عشان نعمل طبعًا حاجة للعجل طبعًا. يعني طبعًا. للأسف طبعًا فهي طبعًا نأمل في الفترة اللي جاية انه الوعي يزيد وان نهتم بهذه النقطة. الناس هتسيب عرباتها، الناس هتوفر للبلد كتير، غير انه هنعالج السمنة. هل فعلا في الحملة في جزء مخصص لإرشاد الناس وإعلام الناس بشكل أو بآخر، ولا ما عملتوش حسابكم في الموضوع؟ ما تعملتش حسابها الحقيقة. هي إحنا كل دكتور حيقول، وكل محاضرة، ونعمل حاجة ندوة في نادي أو كده، لكن فيش حاجة منظمة. إحنا مفروض أننا نتبنى ده كفكرة عشان نعمله على سكيل أكبر يعني. كده ما انا بقول لك، انا رايي ان نعمل الاوتريتش بروجرام ده بيبقى انك توصل، ما تستناش زبونك يجي لك، انت روح له. فاعتقد يا دكتور يعني ثرو، يعني اثناء ما الحمله بتبتدي دايما بيبقى في تقييمات بتتعمل، بتقيم وصلنا لغايه فين دلوقتي، طب ناقص ايه. طب فاعتقد ان الخطوه دي هتتعمل. طب ارجع تاني للدكتور بعد اذنك، مركز البحوث او الابحاث اللي بتحصل عن موضوع السنه ما تعرضتش للرجال؟ لا طبعا تعرضت للرجال. احنا سمنة نوعين، في سمنة بنسميها سمنة الرجال، وفي سمنة بنسميها سمنة السيدات. لا انا بدون قطع كلامك، انت قلت لي 70% من سيدات مصر مصابين بالسمنة، تمام، ومرض السمنة. او الرجال طيب اخبارهم ايه؟ الرجال عندهم مشكلة برضو، لانهم 55% من الرجال عندهم مشكلة السمنة. ومشكلتهم اعمق، لانه الراجل بيتخن من كرشه، يعني بيسموها الترانكال اوبيزيتي اللي في الجزع. وده الهرمونات اللي جوه الكرش دي هي اللي الخلايا الدهنيه اللي جوه الكرش هي اللي بتطلع الهرمونات اللي بتعمل السكر والضغط والقلب. فلا احنا عايزين كويس ان نبدا بالست، لانها 70% من الستات تخان، ولانها هي زي ما حضرتك قلت الاداره، يعني هي اللي بتدير. لو احنا عندنا سيده بتعمل رجيم، الام في البيت بتعمل رجيم، البيت بيبقى ارفع من لو الاب هو اللي بيعمل الرجيم.
لأنه الكل بيأكل زي ما هي عايزة توضب الأكل. فالسيدات مفروض أن نبدأ بيهم لكثرة المشكلة فيهم ولأن هم اللي حيخلوا لنا الرجالة يخسوا. استاذة غدا، تفتكري الحملة دي بغض النظر أنت معها قوي ولا مش معها قوي، يعني عشان نوصل لنتيجة المفروض نعمل إيه؟ يعني غير أن احنا نعمل توعية، هل مثلا المفروض يبقى في حملات مختلفة في عدة مناطق مختلفة بعدة جهات؟ هو شوف بالتأكيد أي حملة بتبقى مالتبل في كذا سنتر في كذا مكان بيبقى تأثيرها أقوى، لكن عموما أي حملة بتتوضب بيكون محطوط في الستيبس، يعني I assume إن هي يعني ديزايند بشكل علمي وكده لأن ده مركز بحوث، بيبقى فيه خطوات تقييم. يعني هم هيشوفوا بقى إذا كانت الدنيا ماشية صح، لا نوقف بقى مش دلوقتي، لا محتاجين زقة في الحتة الفلانية. يعني ما أقدرش أبقى بري جادجين كده وأقول مسبقا بشكل مسبق لا دي هتنجح لا دي هتفشل. إحنا يعني لا نستنى ونشوف هتطبق إزاي. دكتور محمد أبو الغيط، سكرتير جمعية مصرية السمنة، والأستاذ بالقصر العيني، والأستاذة الدكتورة غادة شريف الكاتبة في المصري اليوم، شكرا جزيلا لحضراتكم يا فندم. شكرا لي. نتمنى ان احنا الرسالة بتاعتنا النهاردة تكون وصلت لمشاهدينا انه مرض السمنة ممكن يهدد صحة المرأة وممكن يؤدي الى الموت. تمام. في كثير من الحالات. تمام. شكرا جزيلا لحضراتكم يا فندم. شكرا لكم. فاصل وراجعين حالا بفقرة هامة من أثناء من الأحداث اللي بتحصل في مهرجان اسكندرية السينمائي.